بلبل تركي عالماشي مع محمد نجيب. لتستفسر عن شروط العمل ممكن تسألوا أكثر من سؤال، واحدة منهم وأهمها معاش نيكادر، أو ممكن تقولوا معاش نصل، يعني كيف المعاش، كيف الراتب، معاش نيكادر أو كم هو الراتب. ممكن تسألوا هل يوجد طعام الغداء أثناء العمل، طعام الظهر، أولى يمي فارما، أولى يمي هو طعام الغداء، سيرفيس فارما، سيرفيس اللي هي مواصلات من وإلى العمل، سيرفيس فارما. أيضا ممكن تسألوا، وهذا شيء مهم جدا، عن السيغورتا، سيغورتا اللي هو التأمين، سيغورتا فارما، هل يوجد سيغورتا. وأهم سؤال أيضا ربما ما بيكون متوفر في كثير من الأماكن، تشالشما إزني فارما، تشالشما إزني يعني إذن عمل، تشالشما إزني. بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب.